أنا موجودة بتارجت. تعالوا نشوف تارجت شنو جايب حق الأوتدور للصيف. هذه الفازة عجبتني ب$30. هذه بعد كلش حلوة قيمتها $20. وهذه الفازات على قياسين، الصغير 15 والكبير 20. وهذه البنانة تري الصناعية كلش روعة، حبيتها. سويت لها سكان من تطبيق تارجت عندي، طلع سعرها 200. وهذه بعد روعة سعرها 150. هذه القاعدة حلوة على فكرة، بلاستيك مو خشب، سعرها 600. وجايبين تشكيلة واسعة من مخدات الأوتدور. وهذه الطاولات جانبية حلوات للأوتدور، سعره 100، وهذه 100، وهذه بعد سعره 100. هاي كلش حبيته بشكلهم غريب، كلش حلوة، سعرها $20 والأكبر $30. وهنا جايبين شغلات نعمل، واحدة على $5 كلش حلوين. هنا الكبار شوية على $20، وهذه $30. ونكمل هنا بالتشكيلة المخدات الخارجية، وأسعارهم بين $25 و$30. وإذا تدورون على كاربت لبرا، هنا موجودة بتارجت، أسعارهم من 60 لـ100، يختلف من حيث القياسات والديزاين. وإحنا وصلنا 120 و140، لأنها وايد كبيرة. وخلصت جولتي للأغراض الخارجية في تارجت. كتبولي بالتعليقات شنو عجبكم.